فعلا أنا أعتقد أنه ما قاله السيد الكاظمي كان في إطار التهديد أكثر مما هو يعني قرار جدي وحقيقي، لأنه السيد الكاظمي يعلم جيدا أنه إعلان خلو المنصب سيدخل البلد في أزمة كارثية. لماذا؟ لأنه بموجب الدستور عند خلو منصب رئيس مجلس الوزراء يجب أن يتسلم رئيس الجمهورية هذا المنصب لمدة 15 يوما. خلال هذه المدة 15 يوما يجب أن يكلف رئيس مجلس وزراء جديد. في ظل الوضع الحالي لن يستطيع السيد برهم صالح أن يقوم بذلك، لأنه أصلا هو منتهي الولاية. وعندما تحدثت القرار المحكمة الاتحادية عن أنه يستمر بصلاحياته، هذه الصلاحيات هي المرتبطة بالمادة 73 ولا علاقة لها بالمواد الأخرى.